السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعزائي التلاميذ, نكملوا في لا بارتي ديال لورغا. الوغ مع لي زيكزيرسيس اللي غيكونوا وطنيات. الوغ الوطني اللي غنبداو به هو ديال البي سي 2016 لا سيسيون نورمال. الوغ ليتود دو لا رياكسيون اونتر لاسيد بروبانويك اي ليتانول. يعني هنا غتكون عندنا لي ستيريفيكاسيون. الناس اللي عندهم مشكل في الكور رجعوا لا بارتي بريسيدونت, الفيديو اللي فات راه درت فيها الكور ديتايي, وتقريبا الا فهمتي الكور راه ما غيكونش عندك مشكل في لي زيكزيرسيس. الوغ قال لك اون ميلونج دون ان بالون لا كونتيتي ان 0.05 مول دو لاسيد بروبانويك افيك لا ميم كونتيتي ان 0 ديتانول بور, بي اون شوف ا ريفلوكس. Le mélange réactionnel pendant une durée ou bien une certaine durée, on obtient à la fin de la réaction la quantité NE d'un composé organique E. Alors, citez deux caractéristiques de cette réaction. Alors, c'est une réaction d'estérification. Nous savons que la réaction d'estérification est lente et limitée. Alors, c'est la question de écrire en utilisant les formules semi-développées. Donc, ou bien la formule semi-développée dit le composé E et donner son nom. Alors, N un ester. Tout d'abord, on va essayer les formules semi-développées dit l'acide propanoïque ou l'éthanol. Et nous allons faire la formule semi-développée dit l'ester. Alors, on a l'acide propanoïque. Je vais vous dire le propane, comme je vous ai dit, 3. Donc, 3 dit le carbone. Et là, c'est qu'on O. وهنا او اش. دونك هذا لاسيد بروبانويك. مع من غيتفاعل؟ غيتفاعل مع ليتانول. ليتان في جوج ديال لي كربون. دونك غندير سي سي او او اش هنا. ودابا نرجع نقاد لي كربون. الوغ بالنسبه لهذا الكربون هذا داير جوج ديال لي ليزون غيخصو جوج ديال لي اش. هذا داير ليزون وحده غيخصو ثلاثه ديال لي اش. نفس الحاجه بالنسبه لهذا. هذا داير جوج ديال لي ليزون غيخصو جوج ديال لي اش. وهذا داير ليزون وحده, دونك غيخصو ليزون وحده. دونك هذا لاسيد بروبانويك وهذا ليتانول. دونك ليستير اللي غيعطينا اشنو قلنا بالنسبه ليستير؟ تنعاودو نكتبو هاد لا فورمول سومي ديفلوبي ديال لاسيد كما هي. سي اش 3 سي اش 2 سي او او. وهنا تنحبس ما تنزيدش هاد اش, وتناخد هاد لو تيرم تنكتبو هنا. الوغ تنقلبو دونك تتولي سي اش 2 سي اش 3. دونك هذا هو لالكول او بيان ليستير اللي عندنا بلوس الما بيان سور. الوغ هذا لاسيد بروبانويك, هذا لالكول ليتانول. كون قالوا لينا نسميو هذا غنسميوه البروبانوات ديتيل. وهنا الماء. Alors, pour la question de 3, il faut dresser le tableau d'avancement de la réaction. Alors, on va tout simplement acide plus alcool. Donc, double flèche. Maintenant, c'est double flèche, la réaction limitée. Alors, on a l'ester. Zéidlement, H2O. Alors, on a l'état initial. On a les quantités N0, N0. Donc, on a N0, on a N0. On a 0, on a 0. Il faut faire attention. Mais le tableau d'avancement, c'est un produit. Mais je ne sais pas les acides bases. Le matite, c'est un solvant, donc tu es en excès. On a l'estérification, l'hydrolyse. Donc, soit tu es un produit ou là, un réactif. Alors, on a N0 moins X, N0 moins X, X, X. Alors, on a x équilibre, on a n0 moins x équilibre, n0 moins x équilibre, x équilibre, x équilibre. C'est le tableau d'avancement. Alors, la question de 4, calculer le rendement de cette réaction. Alors, on fait comme la formule de le rendement, R, TCOI, la quantité de matière expérimentale de l'ester, la quantité de matière théorique d'hier. Vous voulez qu'on pense bien un théorique rappel x max. Alors un expérimental ramatiya fait l'exercice. Prête les notes un théorique. On peut deux à neuf stars à peu près x max. Alors là normalement je ne connais pas le principe x max. C'est notre droit de la quantité
فينال وتنديروها ايتيغال على زيرو ونفس الحاجه بالنسبه لهذه ومن بعد تنخرجوا اكس ماكس الصغير فيهم راه هو اكس ماكس اللي غنخدموا به نفس الحاجه هنا انا اصلا عطاونا لي ميم كونتيتي دو ماتيير دونك ان تيوريك شنو غتكون غنديروا ان زيرو موا اكس ماكس ايتيغال على زيرو متفقين يعني اكس ماكس ايتيغال على ان زيرو غير حنا ما غنسميوهاش اكس ماكس غن دونك هاد ان تيوريك راه هي ان زيرو هاد اكس ماكس نديرو في بلاصه ان تيوريك هي ان زيرو متفقين وغنجيو غنعوضوها هنا دونك غيولي عندنا لو غوندمون تيساوي ان اكسبيريمونطال على ان زيرو متفقين لابليكاسيون نوميريك الوغ ان اكسبيريمونطال عندنا 0.33 قسمه ان زيرو اللي هي 0.5 دونك الا درتو الحساب غتلقاو 0.66 دونك الا بغينا نحولوها للبورسونتاج غنضربو في 100 غتعطينا ار ايتيغال 66% دونك هذا هو لو غوندمون ديال هاد لا رياكسيون الوغ بالنسبه ليكزيرسيس 2 بي سي 2018 سيسيون نورمال تقريبا بحال ليكزيرسيس اللي خدمنا قبيله الوغ عندنا لا رياكسيون ديال لاسيد لاكتيك مع الميثانول الوغ عطاونا لي كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لاسيد لاكتيك وعطاونا لا فورمول سومي دو بيان بروت ديالو سومي ديفلوبي ديالو عطاونا ان زيرو ديال الميثانول وعطاونا لا فورمول سومي ديفلوبي ديالو الوغ هنا بالنسبه لا كيسيون الاولى سيتي دو كاركتيريستيك دو سيت رياكسيون لونت اي ليميتي هادي خصكم تحفظوها بروبوزي دو فاكتور سينيتيك بو اكسيليري لا رياكسيون دي ستيريفيكاسيون الوغ كاينين بزاف ديال لي فاكتور سينيتيك انا نعطيكم جوج دونك سوا لا تمبيراتور يعني اوتيليزي شوف ريفلوكس الحاجه الاولى شوف ا ريفلوكس ولا اوتيليزي ان كاتاليزور متفقين الوغ بالنسبه لا كاستيون 2 3 قال لك اكريغ En utilisant les formules semi développées, l'équation de la réaction a eu lieu entre l'acide lactique et le méthanol. Alors on va dire l'acide lactique. Donc on va dire l'acide, donc on va dire CH3. Donc CH. Ou OH qui est entre parenthèses, on va dire que c'est pas le cas. Soit on va dire que c'est le cas, mais qu'il y a un problème. Tiré. Ou on va dire que c'est la formule qui est C, O, او اش دونك هذا لاسيد لاكتيك مع من غيتفاعل مع الميثانول الوغ الميثانول سي اش 3 او اش شنو غيعطينا ليستير كيفاش نكتبوا ليستير تنعاودو نكتبوا لاسيد ديال كيلي سي اش 3 سي اش او اش سي او او وهاد اش ما تنكتبهاش تلصق بلاصتها هاد لو تيرم لي لاصق في او اش دونك سي اش 3 عاد نضيف الماء اش 2 دونك هادي هي ليكواسيون دو لا رياكسيون اون يوتيليزون لي فورمول سومي ديفلوبي دونك لا كيسيون 2 3 الوغ بالنسبه لا كيسيون 2 4 بحال ليكزيرسيس بريسيدون مطلوب منا باش نحسبوا لو روندومون الوغ ما غنديرش طابلو دافونسمون غنحسب ديريكتومون ار هي ان اكسبيريمونتال على ان تيوريك ان اكسبيريمونطال هي 6 مضروب في 10 اس ناقص 4 عطاوها لينا ولا كونتيتي تيوريك هادو اصلا تيتساواو انيسيالمون دونك راه ان تيوريك غتكون هي ان زيرو دونك اللي هي 10 لا بيسونس موان دونك الى درت الحساب غتلقاو 0.6 البورسونتاج هو 60% الوغ بالنسبه ليكزيرسيس 3 غيكون ناسيونال ديال بي سي 2015 لا سيسيون نورمال الوغ الناس ديال البيسي ما تقولوش ما طليتش فيكم الوغ هنا عطاونا لي ماس مولير ديال لاسيد بنزويك ليتانول لا ماس فوليميك ديال ليتانول بيغ وعطاونا لا ماس مولير ديال بنزوات ديتيل يعني ليستير الوغ هنا قال لك بور بريباري لو بنزوات ديتيل او لابوغاتوار اون ميلونج دون زان بالون ان ايشانتيون داسيد بنزويك غيتفاعل دونك لا ماس ديالو هي هادي افيك ان فوليوم ديال ليتانول دونك لاسيد غيتفاعل مع ليتانول بوي اون ياجوت كيلكو غوت داسيد سولفيريك غنضيفو دي غوت ديال لاسيد
sulfurique concentré jouant le rôle d'un catalyseur. Le mélange est chauffé à reflux à température constante. Alors, quel est le rôle du catalyseur ? La question Loulan. Alors, le rôle du catalyseur, c'est qu'à l'exercice, donc je joue à Alors, le rôle du catalyseur, c'est d'accélérer la réaction. Donc, accélérer la réaction. Donc, c'est un facteur cinétique. Alors, Binsbel, la question de 2, en utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation modélisant la transformation a eu lieu entre l'acide benzoïque et l'éthanol. Alors, on a ce que le chouïa. Il sera le gars qui la formule semi-développée de le benzoïque. Alors, le benzoïque, qu'est-ce qu'il fait? C'est 6H5COH. Alors, on a l'astuce, c'est ce qu'il y a. Alors, c'est tout d'abord la caractéristique de l'acide. Ah, il y a. Donc, c'est O. OH ومن بعد دير تيري شحال عندك ديال لي سي هنا الى لاحظتوا معايا لي سي اكثر من لي اش حنا موالفين لي اش تيكونوا اكثر من سي الو هنا الحل الوحيد اللي تيبقى لك هو تدور باباهم في واحد سيكليك ها السي الاولى السي الثانيه السي الثالثه الرابعه الخامسه السته احنا سالينا سته ديال لي سي وهذا بوحدو شحال بقى لينا دابا ديال لي اش ها نبدا نلصق لي اش شحال عندنا من اش خمسة اش الاولى اش الثانية اش الثالثة اش الرابعة و اش الخامسة خمسة ديال لي اش ولكن الا حسبتو معايا مثلا بحال هاد السي شحال من ليزون داير داير ثلاثة ديال لي ليزون يعني خصنا نحترموا ديك لا غيك اللي كنت قلت لكم باللي السي تيدير ربعة ديال لي ليزون الوغ نبداو مثلا بهذا هذا شحال داير داير ليزون مع اش وجوج ديال لي ليزون هنا باقي خاصة وحدة دونك شنو غندير غندير دوبل ليزون دابا راه ولاو عنده ربعة هذا شحال ولا عنده واحد جوج ثلاثة أربعة دونك حتى هو راه مقاد هذا شحال عنده اش وحدة جوج يعني ثلاثة باقي خاصو وحدة نورمالمون ما غنديرهاش هنا علاش حيت هذا غيوليو عنده خمسة دونك خصني نديرها هنا دابا هذا شحال ولا عنده واحد جوج ثلاثة أربعة دونك لويس واحد جوج ثلاثة دونك باقي خاصو وحدة دونك غنديرها هنا وما غنديرهاش هنا حيت هذا غيوليو عنده خمسة متفقين دونك وهذا راه التريكل حتى هو واحد جوج ثلاثة أربعة متفقين احنا صايبنا لا فورمول سومي ديفلوبي ديال لاسيد زويك من غيتفاعل قلنا فاعل غيتفاعل عنده جوج ديال لي سي ها هما جوج وغنديرو هنا او اش هذا شحال من ليزون داير داير جوج دونك غيخصو جوج ديال لي اش هذا داير ليزون وحده غتخصو ثلاثه ديال لي اش متفقين ها هما لي غياكتيف دابا ندوزو لي الوغ ملي تنوصل لأو ما تنكتبش أش دونك تنلقى سي أش دو اللي غتكون الوسط عاد سي أش تروا زائد الما الوغ فلاكيسيون دو تخوا قاليك أون أوبتيان على فان دو لا رياكسيون أون كونتيتي داسيد أو بيان أون كونتيتي دو ماس أم أو دو بنزوات ديتيل يعطيونا لا ماس كون فا ريكوبيغي في ليطا فينال ديال البنزوات ديال ليستير الوغ شنو قالوا لك من بعد قال لك احسب لو روندومون الوغ باش نحسبوا لو روندومون حنا تنعرفوا بلي لو روندومون شنو تيساوي تيساوي ان اكسبيريمونطال على ان تيوريك الوغ ان اكسبيريمونطال راه عندنا كيفاش نحسبوها شنو عطاونا هما عطاونا لا ماس وعطاونا لا ماس مولير ديال البنزوات ديتي ديال ليستير يعني نقدروا نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيغ اكسبيريمونطال غنخدموا بلا فورمول Donc, NE
غتساوي ام او قسمه ام ديال ليستر ونديرو لابليكاسيون نيميريك. الوغ ام او هي 2.25 غرام، غنقسموها على 150 غرام باغ مول، غتعطينا 0.015 مول. دونك هادي لا كونتيتي دو ماتيغ اكسبيريمونتال ديال ليستر. دابا خصنا نحددو لا كونتيتي تيوريك. الوغ باش نحددو لا كونتيتي تيوريك، نورمالمون راه سوا غتكون لا كونتيتي انيسيال ديال لاسيد ولا ديال الكول، واحد فيهم. يعني خصنا نمشيو نحسبو ان ديال لاسيد باش غنحسبوها بام ديال لاسيد على لا ماس مولير ديال لاسيد. الوغ كلشي عندنا ام ديال لاسيد هي 2.44 قسمه لا ماس مولير ديال لاسيد 122. الوغ غتعطينا 0.02 مول. اشنو بقى لينا دابا؟ بقات لينا لا كونتيتي دو ماتيغ ديال لالكول. الوغ بالنسبه للالكول ما عطاوناش لا ماس ديال لالكول، مي عطاونا لو فوليوم ديال لالكول وعطاونا لا ماس فوليوميك. الوغ عندنا واحد لا فورمي باش نحسبوا لا ماس فوليوميك، تتقول لك بلي دونك ام تتساوي غو فوا في. الوغ غنديروا لابليكاسيون نيميريك. دونك هنا لا ماس ديال لالكول، هنا الكول وهنا الكول. الوغ غو ديال لالكول عطاوها لينا 0.78 غرام فوا ملليلتر موانز. دونك الا رديتو معايا البال كتبت لي زونيتي، علاش؟ دونك هنا غنكتب له فوليوم فوا 10 ملليلتر. دونك هنا بلا ما نحول، حيت هاد المليلتر غتمشي مع هاد المليلتر موانز، وغتبقى لكم 7.8 غرام. متفقين؟ الوغ دابا نرجعو نحسبو لا كونتيتي ديال لا كونتيتي دو ماتيغ ديال لالكول. دونك ام ديال ال او بيان ان باردون، دونك ان ديال ال غتكون هي ام ديال ال على لا ماس مولير ديال ال. دونك لا ماس ديال ال راه حسبناها 7.8، غنقسموها على لا ماس مولير ديال لالكول اللي هي 46. الوغ الا درتو الحساب غتلقاو 0.17 مول. الوغ دابا باش نحددو ان تيوريك تناخدو الصغيره فيهم. دونك ان تيوريك غتكون هي ان ديال لاسيد، حيت هي اللي صغيره، هادي صغر من هادي، دونك اللي هي 0.02 مول. وغنرجع نحسب لو روندومون ديالي، غندير لابليكاسيون نيميريك. ان اكسبيريمونتال راه حسبناها 0.015 قسمه ان تيوريك اللي هي 0.02. الوغ الا درتو الحساب غتلقاو 0.75. دونك الغوندومون هو 75%. الوغ بالنسبة لا كاستيون دو كاتر، قالك بوغ اميليوغي لو غوندومون دو لا سانتيز دو بنزوات ديتيل، اون غومبلاس لاسيد بنزويك باغ ان نوتر رياكتيف. دوني لو نون ديال هاد لو رياكتيف و ايكخيغ لا فورمول سومي ديفلوبي ديالو. الوغ نورمالمون تنعرفو بلي الا بدلنا لاسيد دونك الاناسيد بلانيدريد ديالو تتولي لا رياكسيون توتال. دونك هادشي تيقصدو بلاميليوراسيون. دونك هنا نورمالمون لو رياكتيف باش غنبدلو هاد لاسيد هو لانيدريد داسيد اللي هو انيدريد بنزويك. الوغ لا فورمول سومي ديفلوبي ديالو ساهلة. اشنو تدير؟ تتعاود تكتب هاد لا فورمول كيما هي، انا غنعاود نقلها ونقول لكم شنو غيتبدل. الوغ ملي تنوصل لهاد او تنحبس، علاش؟ دونك تنولي داكشي اللي لاصق في هاد او تنعاود نكتبو لتحت، حيت الى عقلتو قلت لكم هاد او هو لو بوان دو سيميتري ولا لاكس دو سيميتري بحال مرايه، غنديرو مرايه هنا، داكشي اللي كاين الفوق غنعاود نكتبو لتحت. دونك غتولي عندي هاد السي وهاد السي بحال تنشوف في المرايه، غنعاود هاد لو تيرم كيما هو. الوغ هذا هو لانيدغيد داسيد، وهاد او هو لاكس دو سيميتري هذا.
هو لو بوان دو سيميتري، داكشي اللي لاصق فيه الفوق خصني نعاودو لتحت، دونك هذا تنسميوه انيدغيد بنزويك. الوغ بالنسبه ليكزيرسيس 4 غيكون عاوتاني ناسيونال ديال بي سي 2016 لا سيسيون راتراباج. الوغ هذا مختلف شويه على لي زيكزيرسيس اللي فاتوا، مي بالنسبه للي بروميير كاستيون واحد وجوج راه معاودين. الوغ هنا تو دابور قال لك اون ميلونج دون ان بالون اون مول دي تانوات ديتيل افيك اون مول دو ديستيلي، يعني انا غيتفاعل لاستر مع الماء. دونك هنا غنهضروا على لي دغوليز، قال لك اون اجوت كيلكو غوت داسيد سولفيريك donc une réaction se produit à l'équilibre elle reste 0.67 d'éthanoate dit-il. Alors quel est le rôle de l'acide sulfurique? Donc c'est un catalyseur d'ordiolon qui serait la réaction, accélérer la réaction. Alors citer deux caractéristiques de cette réaction, donc c'est une réaction lente ou limité. Alors, à du jour, on a l'air oralement. Deben, toujours la question en trois. Écrire l'équation de la réaction chimique étudiée en utilisant les formules semi-développées. Donc, je n'ai rien. On a l'éthanoate d'éthyl. Je n'ai pas l'éthanoate. Il y a une juge de l'essai. Donc, on a juge de l'essai. A ou ma. On va dire O. On va dire O. On va dire H. On va dire H. On va dire l'acide. مي ما تنديرش اش، غندير تيري. اشنو قال لك؟ ايثانوات ها هو ايثان، ديتيل يعني جوج ديال لي سي عاوتاني، السي الاولى والسي الثانيه. دونك هنا غندير اش 3 وهنا غندير اش 2. دونك هذه هي ايثانوات ديتيل. مع من غيتفاعل؟ غيتفاعل مع الماء اش 2 زون. وشنو غيعطينا؟ رياكسيون ليميتي غيعطينا l'acide اللي هو هذا. دونك سي اش 3 سي او او اش، هذا الاسيد ايثانويك زائد ليثانول. دونك سي اش 3 سي اش 2 وغندير لي او اش. دونك هذه هي ليكواسيون دو لا رياكسيون. سينو الا جاتك صعيبه من هنا حاول تكتبها، تسبق بهاد لا بارتي، كتب لي برودوي هما الاولين عاد كتب لي رياكتيف. الوغ بالنسبه لا كيسيون ان 4 قال لك كالكولي لا كونستانت ك ديكيليب اسوسي ا سيت رياكسيون. الوغ تو دابور بالنسبه لينا ك الي ديفيني بار كوا، فينا هما لي برودوي. الوغ لي برودوي هما هادو لاسيد اك ا ليكيليب فوا الكول à l'équilibre قسمة l'ester à l'équilibre و ما ننساوش الماء H2O à l'équilibre. هادي هي كا، ونحاولوا نقلبوا على هاد لي كونسونطراسيون. مي تو دابور خصنا نحاولوا نصايبوا الطابلو دافونسمون، واخا ما طالبينوش مي راه غينفعنا باش نجاوبوا على لا كيسيون. الوغ هنا غنديروا l'ester غيتفاعل مع H2O باش يعطينا لاسيد بلس الكول. الوغ هنا في لي كونتيتي د ماتي عطاونا اون مول، دونك واحد واحد هنا زيرو زيرو، واحد ناقص اكس، واحد ناقص اكس اكس اكس، هنا اكس ايكيليبغ، واحد ناقص اكس ايكيليبغ، واحد ناقص اكس ايكيليبغ، اكس ايكيليبغ، اكس ايكيليبغ. دونك هذا هو لو طابلو دافونسمون اللي غنحتاجو. الوغ من بعد الى قلت لكم عطيوني دابخي لو طابلو دافونسمون لا كونسونطراسيون ديال لاسيد، شنو غتقولوا ليا؟ غتقولوا ليا لاسيد ا ليكيليبغ، شنو هي لا كونتيتي د ماتيغ ديالو ا ليكيليبغ؟ هي اكس ايكيليبغ، وغنقسموها على في حيت تنعرفوا بلي لا كونسونطراسيون تتساوي ان سور في ان. بالنسبه لينا هي اكس ايكيليبغ. نفس الحاجه بالنسبه للكول، نفس الحاجه تيتساواو. دونك الكول مع لاسيد تيتساواو. وبالنسبه للاستيغ غتقولوا لي غناخذوا لا كونتيتي د ماتيغ ديالو ونقسموها على في، دونك واحد ناقص اكس ايكيليبغ سور في. وبالنسبه للماء راه نفس الحاجه تيتساواو. دونك هنا H2O ا ليكيليبغ.
ومن بعد شنو غندير؟ غنمشي نعوض في ليكسبرسيون ديال كا، غتولي عندي كا تتساوي دونك هادو تيتساو نقدر نديرهم او كاري، دونك اكس ايكيليبر سور في لو تو او كاري قسمه هذا التوالو تو او كاري واحد ناقص اكس ايكيليبر سور في لو تو او كاري. الوغ في كاري غتمشي مع في كاري غتبقى ليا اكس ايكيليبر او كاري قسمه واحد ناقص اكس ايكيليبر لو تو او كاري. واش متفقين معايا؟ دابا تيبقى لي غنمشي نقلب على اكس ايكيليبر. الوغ ملي غنجيبو اكس ايكيليبر غنجيبوها من داك الدوني اللي قلت لكم مهم، الغاز 0.67 ديتانوا ديتيل. ليتانوا ديتيل هو هاد ليستر، يعني قال لك راه بقات لينا 0.67 وحنا في ليكيليبر شنو تتساوي لا كونتيتي د ماتيغ ديال هاد ليستر؟ هي واحد ناقص اكس ايكيليبر، يعني واحد ناقص اكس ايكيليبر هي لا كونتيتي غيستيك، دونك غتساوي 0.67. متفقين؟ دونك هادي سا دون باغ نحتفظو بها. دابا الا بغينا اكس ايكيليبر غتكون اكس ايكيليبر تتساوي واحد ناقص 67، هادي غتمشي لهنا وهادي غتجي لهنا، غتولي عندنا اكس ايكيليبر تتساوي 0.33. متفقين؟ وغنجيو غنعوضو هادو، هذا راه عندنا ها هو 0.67 وهذا راه عندنا، غنديرو لابليكاسيون نوميريك. الو غتولي كا تتساوي دونك اكس ايكيليبر هي 0.33، ما نساوش الكاري، قسمه واحد ناقص اكس ايكيليبر هي 0.67 وما نساوش او كاري. دونك الا درتو الحساب غتلقاو كا تتساوي 0.24. الو بالنسبه لو 5 اكزرسيس تاع هو غيكون ناسيونال ديال بي سي 2018 لا سيسيون راتراباج. الو هنا في دو بارتي، الو لي دروليز دي تانوا دو ميتيل اون ميلونج دون ان ارلي ميير 0.6 من لي تانوا دو ميتيل عطاونا la formule semi développée ديالو avec 0.6 de l'eau distillée. يعني عندنا l'hydrolyse. On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique à l'équilibre. Elle reste 0.4 d'éthanoat du méthyl. يعني بحال l'exercice précédent. Alors, les questions l'ouline, rangez-vous oralement. Quel est le rôle de l'acide sulfurique? Donc, c'est un catalyseur pour accélérer la réaction. Citez deux caractéristiques de cette réaction, lente, limitée. Choisir parmi les montages expérimentaux A, B ou C le montage utilisé pour le chauffage à reflux. Alors là, le montage dit le chauffage à reflux ou le montage C. Alors, écrire l'équation de la réaction chimique étudiée en utilisant les formules semi-développées. Alors, la question 1-4. Les formules semi-développées. La réaction ديال ايثانوات دو ميثيل ها هي لا فورمول سيمي ديفلوبي ديالو، غنكتبوها بحال هاد الطريقه. دونك سي اش 3 سي او او سي اش 3 هذا هو ليستر. مع من غيتفاعل؟ غيتفاعل مع الماء بلس اش 2 او. شنو غيعطينا؟ غيعطينا لاسيد، هاد لو تيرم اللي كاين هنا. دونك اسيد بعدا نديرو دوبل فلاش لا رياكسيون ليميتي. Donc CH3, CO, OH. هذا هو الاسيد ديال هاد ليستر زائد الكول. الكول غيكون CH3 ولصقوا لي OH. دونك هادي هي لا رياكسيون اون اوتيليزون لي فورمول سيمي ديفلوبي. الو في لا كيسيون 1.5 طالبين منا باش نحسبوا لا كونستانت ديكيليبر بحال ليكزيرسيس بريسيدون. الو ردوا معايا البال، نحاول غابيدمون نزرب على الطابلو d'avancement. Alors l'ester. Alors هنا بالنسبه للاستر عطانا 0.6، بالنسبه للماء حتى هو 0.6. دونك هنا 0 هنا 0 0.6 موان اكس. دونك هذا هو لو طابلو d'avancement. Alors من بعد باش نحددو كا، alors K par définition نفس الحاجة عاوتاني لاسيد، نقدر نديرو أو كاري حيت هادو تيتساواو أو ليستر أو كاري حيت هادو تيتساواو. دونك
هذا هو x إكيليبر سور v لو تو أو كاري، وهذا 0.6 ناقص x إكيليبر سور v لو تو أو كاري. مزيان. ألوغ v غتمشي v كاري غتمشي مع v كاري غتبقى لينا x إكيليبر أو كاري على 0.6 موان x إكيليبر لو تو أو كاري. مزيان. الوغ دابا خصنا نقلبوا على اكس ايكيليبر بحال ليكزيرسيس بريسيدون. اشنو قال لك هنا؟ اليكيليبر ال غاز 0.4 دي طنوات دو ميتيل، يعني 0.6 اليكيليبر ناقص اكس ايكيليبر تتساوي 0.4، يعني دونك اكس ايكيليبر غتمشي لوطخ كوتي وهادي غتجي لوطخ كوتي غتولي 0.6 ناقص 0.4 اللي هي 0.2 مول. وغنرجع نعوض هنا، غتولي عندي ك دونك اكس ايكيليبر هي 0.2 او كاري، 0.6 ناقص اكس ايكيليبر هي 0.4 غنديرها او كاري. الوغ الا درتو الحساب غتخرج لكم ك تتساوي 0.25. الوغ بالنسبة لابارتي دو من هاد ليكزيرسيس عندنا لي دغوليز بازيك. الوغ تا هو هضرنا عليه في الكور وقلت لكم في لي دغوليز بازيك تيكون عندنا ليستيغ مع اش او موا. ها هي راه عطاوكم لا رياكسيون وطلبوا منكم باش تعطيو ا و بي موا، دونك لي فورمول سومي ديفلوبي ديالهم. الوغ بالنسبة لهاد ليكزيرسيس هاد لا سويت ديالو راه ديجا داير لا كوريكسيون ديالها في الانستغرام، حط لكم التصاور تقدروا ترجعوا ليها، راه لا كوريكسيون ديطاي دونك ما غنعاودش نديرها، غنجاوب غير على لا بروميير كاستيون. الوغ بالنسبه لي دغوليز بازيك توجو عندنا ان استير. شنو هو لي استير اللي عندنا؟ راه غاب شويه ديال التفكير تقدروا تلقاو لي فورمول ديال ا و بي، دونك سي اش 3 سي او او، هنا عندكم سي اش 3. الوغ هذا سي تانستير غيتفاعل مع اش او موا لي دغوليز بازيك و تيكون توتال، هادشي اللي تنعرفو ياك. الوغ قال لك اعطيني ا، نورمالمون ا هنا سي تان الكول وهذا ليون كاربوكسيلات يعني لا باز ديال لاسيد اللي كان عندنا. دونك شنو غنديرو؟ تو سامبلومون الكول راه عارفينو دابا هو سي اش 3 وغنلصقو ليه او اش ديالو، ها هو الكول حيت هو اللي تيكون على اليمين. وقلنا بالنسبه لهذا سيتان اسيد نورمالمون الا كتبنا اش هنا، ولكن ملي تيكون عندنا لي دغوليز بازيك تيعطينا لا باز ديال هاد لاسيد اللي كاين هنا. دونك هاد لاسيد اللي كاين هنا غيعطينا لا باز. وشنو كنا تنديرو في لي رياكسيون اسيد باز؟ الا بغينا لا باز سنطيرو اش بلس وتتبقى او موان بلاصتها. دونك هنا غتولي عندنا دونك سي اش 3 سي او، ندير راسي بحال اللي غنكتب لاسيد ولكن ما غنكتبش اش، دونك غنطير اش بلس وغتبقى الموا بلاصتها. دونك هذه هي لا فورمول ديال ا ديال بي بي موان باردون، وهذه ديال ا.